شلون أعمي مطلقة لموجبي معدولة المحمول؟ أوش أعمي مطلقة لموجبي معدولة المحمول؟ طلع مساواتي إذا قصة لبي بسيطة وأعمي مطلقة لموجبي معدولة المحمول. بويا أعم ترى حيث تصدق عند عدم الموضوع أي الله. عينا وقت سالبي بسيطة وايات شون سالبي بسيطة ده وقت عدم الموضوع إذا درز دبو موجبة كدرز ندبو. أو موجبة سالبة المحمولة صادقة ده وقت شداك موضوع كان بها. أما دون المعدولة المحمولي معدولة المحمول صادق نابه ده وقت شداك موضوع نبي دبي موضوع كموجود بها. أو متأخرين ما عكتوا أما مصنفي ما في رازينيا لكنها في التحقيق موجبة. أما ده حقيقة ده أو خلية موجبة ده حكم سالبي بسيطة دانية هر موجبة. أما شيء موجبة شيء معدولة المحمولة لقلية ذهنية كشا شمك محمولة كي لنسبتنا حالي أو قلاياني كموضوع محمولة كيان لعوارض خارجي بها وقلية خارجية وحقيقية دبن. أما أوي محمولة كي لعوارض ذهنية بها وكو إمكانو أو جورشتانا أو هر وقلية ذهنية دبن زائرش شمك محمولة كي نسبتا نسبتش لعوارض ذهنية يا دالان أو قلية شي موجبي معدولة المحمولة لقلية ذهنية ملاحظ دفرموي ديارة أما كتن أوجود قليانا دو وجود الموضوع شان هي وجود الموضوع كيا كمداري درزبوني أنزامداني قلية كيا كتو اعتباري ده كيد الله الموضوع ده خارج ده هذا ذهن ده هي أفلان مداري شي شيء مداري الصدق كيا أو ترزي كتو أنا دي اعتبار كردوا ده نفس الأمر ده آوابه جاء أو بو أو كصادق بيا فيقتضي صدقها وجود الموضوع في الذهن بو أو موجبيا كأو بين دكود أو موجبي معدولة المحمول الذهنية يا بو أو قلية كصادق بيا ده بوجود الموضوع كيد الذهن ده هبيع حال اعتبار الحكم شو ند أتو اعتبار حكمك كردوا يعني بطبق اعتبار حكمك أتبلغ ديق عند أخوان دي بيش داونا بو أوان خوان دا نكتن وجودي موضوعك دو جوري اعتباري بو هيا اعتباري شي مداري فيدابوني قلية كيا أقا تم لاحظة يوي بقي بلاي أو موضوع دا خارج دا هيا بالفعل هيا أو مداري تحقق قلية خارجية بو صدقكش أو هر مداري تحقق كياتي لبو تحقق هر أو ندي في دبي أتوا فرض بيد خارج ده هيا بواج نبي أو خلي خارجية في ده دبي أما بوسط قكي دبي أويت شو هني أتوا اعتبار كردوا دبي أواج بيا تكتو تد خارج ده هيا دبي ده خارج إيش ده هبي زا أو خلي ياش أتوا كيف خويتي هر جور اعتبار إذا كي وافرض ذكي أو خليش خارجية حقيقية يا ذهنية أما وافرض ذكي كتو فرض تبي بخليش ذهنية أوات بوتا قلية ذهنية شنك تكتوتا أو لا وقوعيا كمحمولة ذهنية كيا ثابتة بو أو موضوعي كموجودة دا ذهن دا أو مداري قلياتي ذهنياتي تحقق كردوا دمينتهم مداري صدق كي بو أو كقصة كدراز بيو أو قصة صادق بيو دبي عينا أو موضوعي دا ذهن دا هبي أجتوا كنت بذانش تيداد بآنك بكنت بدو أن بدو أن بي. فيقتل صدقها اعتبار الحكم إن آنا فآن وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما. دبيعتو شوند اعتبار كدوا نفس الأمر جدا آوابع. أجتوا اعتباري وقوع كت كردوا كتوت واقعة أو لا وقوع السبوتي أو واقعة السبوتي أو لا وقوع أو لا وقوع عيب أو مفتداي ديق أن دا دب ديق أن داب ددو أن داب د ساعات شي داب د دائمي داب شو ندي اعتبار كردو دب أوابي وهكذا. أما سالبة ذهنية وهنية أجا سالبة ذهنية بايا هر مدار الصدق مدار التحقق قلية كي دويس مدار الصدق ندويس أتوات فرس كدبا موضوعك هذا زيان دايا با
أتو فرضت كذبة دقيقة أو نيو دقيقة جنبية بأتو فرضت كذبة ساعتك أو نيو ساعتي جنبية بأتو فرضت كذبة دائمي أو واجنبية بو سالي بك هر دزده ده أما بو أوي كموجبك صادق بيا دبي شوني أتو اعتبارت كذبة آوا بي يعني والحاصل أو امتيازي دكان دقال سالي بي دولا إيرا موجبية بو مدار الصدق كي أو يدبي أتو اعتباري حكمك تون كده دبي آوا بيتجه أما أجا سالي ببايا مدار الصدق أو يندبي تون يتو اعتبار كده آوا بيتجه حرب داري تحقق خلية كي هبا كافي كده سالي بيدا لازم ناك موضوعها بيدي ده كل جيغا شدا بويا سالي بمدار الصدق لازم ناك وجودي موضوعي بيه شو مكأمنا الله أو حكمي أبو موضوعي موجودة هيا دلا أو محمولة أبو موضوعي موجودة نيا أو محمولة أبو موضوعي موجودة نيا جراس تبوي موضوعك هر نبي يا ثابت نبي يا بوي ثابت نبي بدو تر صادقة أما إي موجبي وانا علي موجبي دلا أو موضوعك هيا أو لا أو شتيب ليسلبه أو عدم شتيب وثابته ده أو ده بموضوع كهره هذه عندي نبرة وإن توقف انعقاد الكل على وجود الموضوع في الزين حال الحكمي هل سن أو مداري تحقق قلية كيا انعقادي هل كش قلاية دنيا توقف وسط وصل وجود موضوع كيد زين ده وقت حكمه ده خلية خارجية بها هرسي كبيرا بتوم ابتداء وخبر وشتكي بريد زيان اوه اوه وجودي موضوعكي دا زيان دابو او وقتي هيا اما لازم ناكا سواني اتو اعتبارت كردوا اوه هبي اقا سالي بابو اما اقا موجي بابو دابي سواني اتو اعتبارشت كردوا اوه هبي وكتي فيما وزد الموضوع بذاته في ذهني الى اخره ومن الذهنية الحقيقية أول درسي أوران ديارة سالبة الذهنية حقيقية دقال مجيبة ما دولة المحمول ديتا زيادة زقاق دا كموضوعك بذات خويدة ذهن داها بيا بذات خويدة ذهن داها بيا يعني مما له ماهية حقيقية دبي ماهية شي نفس الأمري هبيا ذا كيف خويتي وجودك إذا ذهن ده محقق بها كما في الأربعة الموجودة في الذهن في أحد الأزمنة وكتشواريا كموجودة ده ذهن ده ده شغل زمان ده دوره ده ده دوين ده يا ده مستقبل ده أو مقدرا يا أو تشوارك وجودي ده ذهن ده هر نبي ممكن بأما نبي كما في كنه الواجب تعالى وكود كنه واجب تعالى ده شون كنه واجب تعالى الآن وجودك إيدا زيهن دا محققني أما ممكنها به على تقدير القول بإمكان حصوله في الذهن وإن لم يقع أبدا لسر فرض أوان أبلا ممكن ما هي تحق تعالى بستد زيهن وباقة جواقعنا به أو هردو كر ما هي تحقيقين يعني بكردي ما هي تحقيقية أو احتياجي بفضل خارجين به ملاحظ دفرموي كيف خويتي وجودك إذا ذهن دا محقق بها وكو أو أربعانيك موجود دا ذهن دا أحد الأزمنة دا يا ماهيتك ماهية شوابي وجودك إذا ذهن دا محقق نبي بفرض بها وكو كنه الواجب تعالى موضوعك كنه خداي بها دا كنها كممكنة لسر مسابي أخبار ظهرا ممكنة وجودي دا ذهن دا لسر مسابي أوانا بموضوع حقيقي دا بها شون كممكنة وجودك إيدا زيهن دا باقة جنيئة دا زيهن دا ملاحظة فرموين أقواب فالمراد من الذات الماهية الحقيقية التي على تقدير حصولها في الأساني تحصل بلا احتياج إلى فضل وجودها خارجي مقصود لذاتي يعني أود بزاني الذاتي لازم ناكا محقق بوجودك ذاتي يعني احتياجي بفضل خارجيني والحاصل هل شريك الباري او انا خارج دبن دنا عن قاو ما هي واجب تعالي كوا فرض بين ما هي حق تعالي قد الناس تدزينوا هل وبرزات وبر زيني حقيه ذا كبير شو ممكن وجودك دزين ده محتاجي بفرض خارجين يا مقصود بذات ما هي حقيقيه
أجل فرضك حاصل بهذا زين ده وجودك هذا زين ده احتياجي بفرض خارجي نبي تحصل بلا احتياج إن فرضي الخارجي أما ماهية محالات وانية ماهية محالات أجل فرضك شبست ده زين حتى فرضي وجودي خارجي بونكي ناس ده زين ودي بخلاف ماهية المحالات كما تقدم أجواب فالمراد من التقدير ها هنا مقصود لتقدير يا ديار داك وقتي وجودك كيف خويتي محقق بي يا مقدر بي مراد بو تقديري وجود الزين يا كيا نكفى الله خارج يا كيا فالله خارجي تيدانية مقصود بتقدير يا ديار داك فرزك كمتعلقة بوجود الزيني ممكن أما أقاكتي فرل فرل يعني وجودي خارج يا كيا وفرز كليا وبالفرل في قوله بواسطة الفرل كتي وبدونها فيما لم يوجد في الذهن بذاته بل بواسطة الفرل نبي الفرل دبدا هو الفرل المتعلق بوجوده الخارجي المحالي أو يتعلق بوجود خارجي كيف بسطيك وجود خارجي كيف محالا ولذا كان متقابلين هاهنا بويا أو دعانا كلاونا تزدي يكتلي تقدير فرض تقدير أو يحتاجي بفرض خارجي نبي وجود كيد الذهن لا محتاج به بتقدير فر الأوايا وجود الذهن كي محتاج به بفرض خارجي جواب أود أن لدي يكترين بويا أما كتن فيما لم يوجد في ذهني بذاته بل بواسطة الفرض أخي بذاته عام كل تقدير إيش بالفرضش إن كل ضدي به جواب وما تقدير فرلا كنا قسيم يكترين قسيما هرتشي معدوم مطلق به هرتشي معدوم مطلق به معلوم نيا معدوم مطلق بس دلان ما ليس له وجود أصلا لا في الخارج ولا في ذهن من الأساني معدوم مطلق أو وجود بهج النبي ندى خارج ده ندى ذهن الأسان ده ما دام معدوم مطلق به فلا يكون معلوما بالضرورة بو هيش كزنا زاندريا شنك لإشتراط العلم بالوجود الذهني شنك بشر جلاوة علم موجود الذهني شنك تشد ذهن لا نبنى متى علم علم صورتك حاصل لشيد استذهن دي كابراء دالة أتو دالة معدوم مطلق ناس تد ذهن وبهجور أدي أخو أوقلية لا شيء من المعدوم المطلق بمعلومين أو مبتاو خبري تدعى أخو سالبيك مبتاو تدعى خبري تدعى ده قد تصور نكريس وني لك يا مفتدى يارا تصور كردو كردو تا مفتدى او معدوم مطلق شو كردو شو مفتدى ما نويد الله معدوم مطلق شو ده زيان ايش ده جاء ايجو توجيه اود بودكا ضلا ثم هذه القلية مشروطة عامة او قلية كضلا معدوم مطلق او يوجودي نبي بمطلقي او مشروطة عامية يعني ما دام معدوم مطلق معدوم بوجود بوانية أما قال معدوم مطلق شو لا وجود بوانية لأن المراد أنه ليس بمعلوم بالضرورة ما دام معدوما مطلقا أتوكد لي معدوم مطلق معلوم نابي معناه ما دام معدوم مطلق ب معلوم نابي حالي بريما شون كمراد ويا ليس بمعلوم بالضرورة الدم الديبوني ويدا بمعدوم مطلق جاء وهذا الحكم صادقا صادق وإن كان معلوما متصورا في هذه القلية أو قصيت راستك كدلي معدوم مطلق معلوم نابع هرسا أو معدوم مطلق معلوم متصور شدو قلية ذا بس عنواني كالتصور كده بعنواني معدوم مطلق أتو هنا معدوم مطلق بعنواني معدوم مطلق كدوتا مبتدا كدوتا المعدوم المطلق وليس بمعلومنا دا أوا منافين إذا قال تعريفك لأنها مشروطة وصفية حقا أوجو أن تراني حقيقة هو مشروطة عامية حملية بظاهر أما شرطية ده معنى ده شم كتب الظاهر كتبت المعدوم المطلق ليس بمعلومين أو حملية بحصة الظاهر أما بالشرطية ده معنى ده شم كده معنى ده والي يتوى
طلي المعدوم المطلق وما دام معدوما مطلقا ليس بمعلوم ده ولا شك في صدق الشرطية ها هنا أو خلية شرطية أو حملية ده تأويل وداية تيردا درستا بأن يقال كلما كان الشيء معدوما مطلقا يلزم أن لا يكون معلوما حتى الشد معدوم مطلق به معلوم نابه زاء أو خلية راستا أما مقدمة كشيها الغلطة تالي كشيها الدرء أخي كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا أو خلية شرطة راستا ما دام هو ديوار إنسان به حيوانا أما صورة مقدمة شرطية كشيها الغلطة غلطة درؤية كبرى تالي كشي هذا إنسان هر درؤية هذا حيوان هر درؤية أما الشرطية كالصحيحة كلما كان إنسانا كان حيوانا أوجد الله كلما كان الشيء معدوما مطلقا يكون لا معلوما دا أو الشيء معدوما مطلقا هر درؤية لا يكون معلوما هر درؤية أما نسبة كالصحيحة وإن امتنع طرف هذه الشرطية في الواقع كما لا يخفى او ادعائي كنت كتي او كواهي دا بعض خليه شدا محمولك او نسبة تام خبريه سالبه دا بيت محمول متأخرين في دل الموجبه سالبة المحمول دقال سالبه بسيطة دقال سالبه بسيطة عليك اعمي مطلقة لموجبه معدولة المحمول اما كتي دا نفس الامر دا اما بينوانيا أما هرب المجيبي معدولة المحمول إذا ظنين دبت خلية ذهنية أخص مطلقة لسالبي زابوت شي دا حقيقة داب مجيبي معدولة المحمول ذهنية حسابا لأن محمولها حكم السالبة شمك محمولكي محمول قريكي عيني أولى وقوعي كدا سالبي دا دبت نسبة تامة خبرية عين نسبة تامة خبرية سالبي وتمحمولي وي خو نسبة إيش يعني محمولة كتوك نسبة وكل نسبة معقول ثانية هرشيش نسبة إيش بي معقول ثانية كما عرفت وكده فيش داخل دوتا جاء أقا محمول معقول ثاني بي حتما أو حتما خلية كبو خارجية وحقيقية نابية هربو ذهنية دبي جواب بويا ذهنية ذاك قبل دل خو معدولة المحمولة كان ليش أروانا أبيش دل نا بخلاف المعدولة بخلاف معدولة المحمول أو نحو العقرب أعمى أو لا كاتب أو محمولة كي معدولة كيا يعني حرف نسبة كيا ودقل شتيش مثبت ونيا محمولة كي نسبة تامة خبرية بيا محمولة كيوي وكود الله العقرب أعمى كو معدولة المحمولة كحرف دمعنا دا حرف السلبي تدايا يا دلي العقرب لا كاتب كو دا لفز دا حرف السلبي تدايا بقلية خارجية وحقيقية درس دا أو ونيا بلاي بو دبي قلية ذهنية بي بلاي بو خارجية نابي بلاي أدي أخواج محمولة كي أعمى لا كاتبة أما ولا كاتب إجد خارج دانينا أقواب وكو نسبة تامة خبرية وانا شو نسبة تامة خبرية وهرب وقلية ذهنية دابية أما ولا كاتب إجد هرب وقلية ذهنية دابن وخارجية وحقيقية نابن وانيا شنك فإن محمولها المفهوم العدمي المركب من المفهوم الوجودي ومفهوم أداة النفي محمول إيرا مفهوم يكتيك الكراوة مفهوم إيش عدمية يا رسول كأخرب عما يعني عدم بصر لا كاتب يعني غير كاتب أو محمول كي مفهوم إيش عدمية دوش دي تيدا تيكل كرا ولا وجودية كبصر وكعدمة يا كتابة وعدمة تيكل كرا ولا مفهوم إيش وجودي ولا مفهوم أداة نفي كي كأداة نفي كتاصطع وظيفة ومسلبي نسبة كلمة الآن شورق المحمولي كوتوب وتجزئي محمولي محمولة كتغرق لا ولو دشتانا لمفهوم شي وجودي ولمفهوم أداة نفيكي أدي نسبة تدع من لحظة نكراوة من غير اعتبار نسبة فيه نسبة شي تدع اعتبار نكراوة هرشتي شي واجبية
بو محمولي قضية خارجية وحقيقية دبي أجوابو دوي دا دتواني بلين قضية خارجية وحقيقية محتاجني بكينا قضية زينية جاء أو جاء كابرد الله دي جواب بوني ودناو بمعدولة والله دل أبو يمني ودناو معدولة سمك أو حرف النفي كاستا ولا سر جيغا خويلة شو وظيفة أبو سلبي نسبة يبكى الآن شو بتجزء محمولة لما على خويلة عداوة ولأزي أن الأداة فيها ليس لسلبي نسبة الإيجابية أو أداة شيء كدو معدولة المحمولة دا لوظي خويلة دا وسلبي نسبة إيجابية ناكا وشو ولك شيء أبو الآن لا يداوى بتجزء محمولة سميت معدولة المحمولة معدولة يبراوى بمعدولة للعدول عن حقيقة أداة النفي الموضوعة لسلب النسبة شوك انتقالك دول خانواده وتايفة وظيفة خوي وظيفة أداة النفية أويا والله كلاون سلب النسبة يبكى الآن سلب النسبة هناك وتجزئ محمولي بمناسبة بيدالا معدولة بس جواب دو معدولات المحمولات ندى محمولة كب ومحمولة قضية خارجية دبيع وخلية حقيقية وخارجية دبي وكو أو جغانية كمحمولة كي نسبة تامة خبرية سالي بيا أو تمك نسبة معقولة ثانية أو بخلية ذهنية نبي نابي ذاك أبلا دلا أوشتا معدومية تتوان دلا ثابتة بوشتي ده خارج ده خلية خارجية وحقيقية دبي حكم بثبوتي محمولة كي لبو ملاكي بكلي ده خارجي محقق ده يا ده خارجي مخدر ده فإن قلت كيف ثبت المفهوم لغيره في الخارج مع كون نفسه معدوما في الخارج سنة تدرس بلا عماية كمعدومة بلا ثابتة أو مفهومة بغيره بوزيد عما ثابتة وعقرب عما ثابتة تقلوش بوخوي دخارج دانية مع كون نفسه معدوما في الخارج تقلوش ذاتك خوي معدومي في الخارج هو قانون جواه والثابت في الخارج أن يكون موجودا فيه اشتك ثابت في الخارج بده وخوش موجود بده خارج ده ما دام عما ثابت بلب وعقرب ده خارج ده ده وخوش ثابت بده خارج ده خب وخوش عدم ده خارج ده نيا قابونا بثابت بده خارج ده أما اش دلين بابا أو قانون قانون كوايا دلين أو ثابت ده بوشتي ده خارج ده هر دبي ثبوت رابط يكي هبه لازم ناكا ثبوت محمول يكي هبه اري والله يعني والحاصل هر مثبت له وكي دخارج ده هبه صادق ابو خوي بوي ثابت دبي ما بو خوشي ثابت نمي دخارج ده اري قلت قد تقرر في موضعه أن ثبوت الشيء للشيء في الخارج بمعنى الثبوت الرابطي المدلول عليه بالحمل إنما يتوقف على وجود المثبت له فيه لا على وجود الثابت فيه أما كتون ثبوت اشتيل واشتيل خارج داخل دو جور ثبوتنا ثبوت الشيء محموليها ثبوت الشيء رابطيها أقل ثبوت الشيء لبو الشيء دخارج دا بمعنى ثبوت رابطي بها من لحظة فرمي يعني ثبوت الشيء آوانا بيه دخارج دابو خويها بيه بلكو يعني ثبوتكي بوشتكي بيه وحمل دلالتي لسربك ثبوت رابطيه كي دلالتي لسربك ليه بحمل يعني وجودي رابطيها بيه نك وجودي محموليها بيه أو هر توقفي بس توصل وجودي مثبت له وكيد خارج ده توقفي وصل وجودي ثابت كينا بس توصل خارج ده يستع أعمى لا كاتب كبو خويان ثابت وأقرب ما دام أقرب خارج ده بيه أو أعمى لا كاتب بو ثابت ده بيه أدي توقفي نبس توبو خوي كبو خوش يعني هر وكو أقرب ثابت ده خارج ده أو هني ثابت بن ده خارج ده هر مربوط بن بوي يعني وحمل شرابتيان هبيا وجود شرابتيان هبيا كافية مش نجي له وجود شيء محمول يعني هبيا بعض كسر دلنا أتو أو جوابي وك سيد شريف ده مطول ده جوابي ده وتو جوابك أي أواب دوا بلا بابا أما دير ده كتونة محمولة كزعت كيد خارج ده هيا ننكتو وجودي ده خارج ده هيا حالي أما ادعاء دكين دلين لا عقرب ثابت ذات كيد خارج ده لا كاتب يا عما موجودي خارجيش أوي خارج ظرفي وجودي بيه نك ظرفي نفسي بيه ديرش ده
أو محمولة كحرف سلبية جزية كنوي خارج ظرف ذاتك يأتي ظرف وجودك ينيا جوابي وابدوا أبوش دفعت أخوة لا تأصل قبل اعتراض اللي إذا قلتين ليكو تشتيك كبو خوي دا خارج دا نبسون وشتي سابي دبي دا خارج دا أبوش تنصبت الشيء والشيء دا خارج دا هر دعوة وجودي مثبت له وكيدك دعوة وجودي سابي تكيناك أبو جوابك بو دعوة قبل دا الأخوة رقال دستي جوابي شدي شتايا أتو إدعاء دا كيد الله أو محمولة ذاتك دا خارج دا خونا الله وجودك دا خارج دا دجا اشتي عدميش ذات اعمال ذاتك اذا خارج ده هيا اما باوجودك اذا خارج ده نبي چون كم وجودي خارجي او خارج ظرف وجودك بي اما باوجود موجودي خارجي نبي ده خارجيش ده بي چون ك ذاتك اذا خارج ده خو ميدان نك لو وجودي ده خارج ده هيا ترى او جوابي بده اوش ده الله رجا دستي او جواب منيا چون ك امن ليره الرم لخبري وتوا كتبه قليه خارجيه وحقيقيه أويا ثبوت محمولة كيد خارج ذهبية ننكت وجودي محمولة كيد خارج ذهبية يعني والحاصل أما ادعاي أو انكردوك دون ثبوت كيد خارج ذهبية ده أو جوابا بيان أدري توبلا بخارج ديرة ده ظرف ذاتك يا ظرف ثبوت كينيا شو كوا خلافي أو قانونية كم دام مزردوه ولا يندفع بأن يقال الدفع أو اعتراض بوناكري أبلاي قولنا في الخارجي كما دلين قلية خارجي أو سبوت محمولة كيد أبو الله كيد ده خارج دابية بلاين أو قيدي في الخارجي قيدي سبوت يعني قيدي محمولة كيا لا قيد السبوت يا أقابو فيكون الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده أقابو خارج كده بظرف ذات محمولة عدم يكي نابت الظرف وجودكي بواش كبوت الظرف نفسك نابت موجودي خارجي شو كبو الموجود الخارجي ما كان الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه موجودي خارجي أو خارج ظرف وجودك بيا معناه ون ظرف نفسك بيا ندي ويصات دلي زيد موجود في الخارجي يصاء في الخارجي ظرف لبو دوشتان ظرف لبو ذات موجودية ظرف لبو وجود زيدش حال إبراهيم شو كأجر ظرف وجود زيدي بو ظرف فلبو ذات وجودك دلويرا لازم ده زيد موجودي خارجي بيا أما لازم نه وجود خارج موجودي خارجي بيا شو كخارجك ظرف وجودي وجودك إني ظرف ذات وجودك يا ولذا لم يختلط قولنا زيد موجود في الخارج كون وجود زيد موجودا في الخارج او دواي او هناك وجود زيد خارج ذهبه انتم كخارجك ظرف ذات وجودي ظرف وجود الوجود يعني بل يختلط كون نفس زيد موجودا فيه دواي او هناك زيد موجود بهذا خارج انتم في الخارج ظرف وجود زيد كما حققه الشريف في حاشيه المطول زاد ضلخ سكت راسه أو جوابه هيا أما بو إير نابية شو ممكن بو خم يخلار بو كردوك ثم أو في الخارجية دخلي خارجية ده ده بس ظرف سبوت كيبيا نمكتو ظرف خذي محمولة كيا لأن نقول الكلام في القلية الخارجية الحاكمة بالسبوت الخارجية كلام ما دخلية خارجية كذا كدلا سبوت كخارجية خنا الله محمولة كخارجية فلا محالة يكون خيدا لثبوت لا لمحالة اتسارني ديرا دا او في الخارجية هردا بقيد الثبوت يبا نا بقيد محمولة كيبا جواب جواب السيدي وإرد ازنادا جواب كيربا جواب فيشو الدين دلين بابا ثبوت الشيء ايشي لبو شيء ايشي دا خارج دا با خارج دا في ثبوت كجبا هردا واي ثبوت مثبت له وكيدك دا واي ثبوت ثابت كيناك دا خارج دا ذاك أنه كابل ظل منتهي أو دليليتو ضلي هر دواي وجودي مثبت له كيدك لازمناك ثابتك هبيه انتهاك ويدير ذا ممنوع نية ذهبيه ما سدليليك هيك أو لا عقك أو عماية خارج ذهية انتهاك أو دليليك هنا توقت ثبوت الشيء له وشيء هر دواي ثبوت مثبت له كيدك دواي ثبوت ثابتك هناك يعني ديرش لازمناك ثابت بيد خارج ذه أما سدليليك هيك تؤدي عاد كيد الله ثابته فإن قلت غاية ذلك جواز الثبوت العدمي في الخارج أما وما الدليل على أنه قد يكون ثابتا في الخارج
غايتي او استلاليتو او جائزة عدمي ثابت ببوشتي دا خارج دا شون كمثبت له وكي دا خارج دا هيا بلا. اما انتهاكي او اثباتي جوازي كد اما چه دليل يكد هيا حقيقة جارزار ثابت دا بدا خارج دا في نحو زيدون لا كاتب خارجية او حقيقية بلا. دو مثال موجبة سالبة موجبة معدولة المحمولي دا كما خارجية وحقيقيين يو دبي امن بشيد باور بيبكم كلا كاتب سبوتك يبو زيدي خارج دا هيا والله أبجد الله دليلكم لزوم ارتفاع النقلين شمك محققة من أحد فرموين مثلا يشك قصيدي لكم مثلا بلان فرس دليلكم لزوم ارتفاع النقلين يعني اقل ثابتي في الخارج نبي دبي رفع نقلين بيه رفع نقلين بتالا قال عدم السبوت كيد خارج لا محالة مثلا فإن الفرس بوجوده الخارجي باعتبار وجوده الخارجي ليس كاتبا هم كز دزانية فرس باعتبار وجوده خارجي كاتب نيا الآن أو فرس سيد خارج لا يكو كغازي نازانية بنوسية جزا باعتبار وجوده خارجي شم ككاتب نيا دبي بهر باعتبار خارج شم كدنا قائلان دا ملاحظة ويدك لي أقشتك بوخوي أصلك أصلك